ايه رأيك في فكرة المواهب اللي طلعت على التيك توك تحديدا؟ يعني في ناس اكتشفت نفسها في التمثيل، في تقليد الفنانين، في ناس رجعت للمواهب بتاعتها بقى اللي هو الرسم او الخياطة، تريكو، الرياضة، حاجات كتيرة قوي ناس بدأت تعملها فترة الحجر الصحي، احنا قاعدين في البيت ما بنعملش حاجة، فالناس طلعت مواهبها. انت شايفة ان الموضوع فعلا عايد علينا بالإيجاب او بفايدة اكتر من السلب؟ هو انا شايفه بصراحه يعني اللي ما يستغلش الفتره دي او فتره اي فتره بيبقى فيها الواحد قاعد فاضي يبقى بصراحه خسران يعني، سواء خصوصا الناس اللي بتبقى عندها موهبه او عندها حاجه بتحب تعملها. يعني اصل دلوقتي في وقت، ودايما احنا بنتحجج مثلا لا ده انا ما عنديش وقت، لا ده انا مش فاضيه، ده انا كذا، فهو ده احسن وقت بقى، سواء بقى اي موهبه اي حاجه بيحب يعملوها. بالنسبه للابلكيشن فهو من الاول يعني هو الواحد كده كده هو اللي بيحدد اذا كان هيستخدم الابلكيشن ده كويس او وحش. فهو انا شايفه ان هو ابلكيشن كويس جدا لو حد حب يستغل موهبته فيه الصراحه، وخصوصا ان هو مدته كمان قصيره يعني مش وقت طويل، فما تخليش حد يزهق.